رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام على ميد راديو برنامجكم الحل بين يديك، وبغيت الحل مع الاستاذ سعيد النووي، استاذ جامعي بجامعه الحسن الاول، محامي بهيئه الدار البيضاء، مقبول لدى محكمه النقد. مرحبا بك سيدي سعيد. شكرا لسكينة. احوال طيبه على خير؟ الحمد لله. يبارك كبير مع هذا الجو. ايوا حقا جو متقلب ان شاء الله تعالى. ما هو سخون ما هو بارد ما هو الحمد لله. اذا هذا الاسبوع استاذ سعيد غنتكلموا على حوادث شغل، موضوع مثير جدا للجدل. مؤخرا تم يعني القيام بتعديل معين لاثار حافظه المحامين واثار حافظه ايضا بعض المحامين بعض المحامين ما نجمعش واخا بعض المحامين اللي كيشغلوا بزاف حوادث حوادث شغل وبعض الناس اللي ربما كي يعني كانت ملفاتهم مدرجة في المحاكم. فكاين شائعات وكاين امور اللي فعلا واقعيه. هي اليوم هو هذا الاسبوع فرصه باش نتكلموا عليها بكل حذافيرها ونعرفوا شنو هي المفهوم ديالها. كثير من الناس كيربطوا حوادث شغل بربط معين، كيقول لك اودي الا انا خارج من داري في 7:30 ديال الصباح جاي للخدمه ديال 8 طرات لي شي حاجه داخله في ضمن حادثه الشغل، خرج مع 6 العشيه في انتظار اني نوصل داري مع 7 العشيه طرات شي حاجه داخله في حادثه الشغل، كنشتغل في اله معينه طرات لي شي حاجه او طرات لي شي حاجه داخله في حادثه الشغل، طحت في وسط الخدمه داخله في حادثه الشغل. التساؤل اللي كيبقى شنو هي شنو هو المفهوم القانوني ديال حادثه الشغل، لانه بزاف الناس كيولي الجرح غير في صبعو كيقول لك خاصك تدفع عليه حادثه الشغل. فهنايا يعني كيولي واحد نوع من الصراع، حتى انه المشغل ما كيبقاش يفهم وقتاش كيخصو يستعمل هذه الوسيله كحق لي 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 للاجير. والاجير حتى هو في هذا الحين كتولي عنده بالنسبه له مصدر ضغط على المشغل، الا كانت عنده بطبيعه الحال الجرأه الكافيه باش يمكن انه يوقف على هذه الامور هذه. فهنا اشنا هو المقصود قانونا بشكل واضح حادثه شغل؟ هادشي اللي قلتي كل شيء هو حادثه شغل. تشرح حد الصباح حادثه شغل. نعم اكثر من ذلك. فيعني المفهوم القانوني عموما يعني اللي حد المشرع هو انه ما يصيب جسم الانسان فجاه وبفعل خارجي وبفعل عنيف وبسبب خارجي، كل ما يقع للعامل أثناء قيامه بعمله أو بمناسبة القيام بهذا العمل هذا ويصاب بضرر معين يكيف لأنه حادث شغل. كذلك كما قلت للسكينة أنه يلحق بحادث شغل ما يسمى بحادث الطريق، باعتبار أن مسافة الإياب والذهاب من العمل وإلى العمل، وكذلك أنه مثلا الذهاب إلى مكان يعني بشكل اعتيادي لتناول مثلا طعام الفطور أو الغداء أو العشاء، فكذلك إذا وقعت حادثة سير تصبغ على أنها أو تكيف على أنها حادثة شغل، أو بعض الأحيان أنها حادثة سير مقرونة بحادثة شغل باعتبار أنه يعود كذلك في إطار مسطرة ديال الشغل. كذلك إذا كان مثلا يمر بصفة اعتيادية لزيارة أحد الأقارب بصفة دورية، مثلا كالأم دياله مثلا ديال العامل أو الأب دياله مثلا أو والديه أو ابنه أو غير ذلك، أو عنده زوجة ثانية مثلا في إطار تعدد بين قوسين، فهنا ممكن أنه كذلك تكيف على أساس بأنها حادثة شغل. إذا بالنسبة لحادثة شغل فيها ثلاث عناصر، كاين أولا أنه يصاب العامل بفجأة، إذا كاين عنصر ديال الفجأة، كذلك أنه كاين فعل يعني اللي عنيف أو شديد يصاب به هذا العامل وبسبب من خارج أنه خارج على الإرادة ديال هذا العامل، إلا في بعض الأحيان أنه وكان صعب جدا إثبات هذه المسألة هذه في حالة مثلا أنه الحالي تسبب في هذا أو العامل تسبب في هذه الحادثة بفعل إرادي من أنه تعمد الوقوع في هذه الحادثة، يعني كان بعض الناس كيديروا نوع من التلاعبات بين قوسين، أو مثلا في بعض الأحيان أنه يساهم، فهنا ديك النسبة ديال المساهمة تنقص لهم التعويض باعتبار أنه سيتم تعويضه، ولكن النسبة التي إذا ما أثار يعني المشغل بأنه هناك أسباب قام بها الأجير أو العامل أثناء قيام عمله وتسبب في الحادثة، أو أنه مثلا كذلك المؤمن له الحق أن يدفع المسألة هذه في حالة أنه تعمد يعني القيام بهذه الحادثة هذه، فبالتالي أنه إما يحرم وإما ينسب أو يسقط نسبة معينة من النسبة المحددة له في التعويض أو المبلغ المحدد له في التعويض. ف يعني العناصر الأساسية من أجل تكييف حادثة شغل على أساس بأنها حادثة شغل ويتم التعويض على أساسها، أولا يكون فعل اللي هو الحادث كتوقع، إما قلنا إما في الحمل أثناء قيام العمل أو
بمناسبه قيم العمل، لانه كاين بعض الاشخاص الذين يسافرون او كيكون عندهم لي ديبلاسمون وعندهم علاقه تبعيه وعلاقه شغليه مع المشغل، او انه مثلا في اثناء الاياب والذهاب ديال العمل، او بالنسبه بمناسبه كذلك حتى المرض المهني يكيف على اساس بانه حيز الشغل ويلحق تشريعيا بالاحكام التي تنظم حوايج الشغل. نعم، هنا المرض المهني غادي يجي فرصه باش نتكلموا عليه، غير كنتكلموا على الحادثه ممكن انك تعتبر كذلك انه من كيدخل في اطار حوايج الشغل. غير كاشاره المرض المهني هو انه الانسان كيكون كيشتغل في معمل معين او في شركه. نعم. معينه اللي كتصنف بعض المواد معينه بالفعل. وكيكون عندها تاثير على الصحه، هذا هو ما يصطلح عليه بالمرض المهني، لانه كاين المرض المهني في حقه لم يحدده المشرع، لم يعطي له تحديد او تعريف كما وقع مع حادثة شغل، ولكن انه حدد يعني وزير التشغيل حدد مجموعه من اللائحات باتصال او بالاتفاق مع وزارة الصحه، على اساس تم تحديد مجموعه من الامراض التي يمكن ان تكون يعني تكيف على انها مرض مهني، وبالتالي انه يلحق بحيد الشغل ويتم تعويضه على اساس ذلك. كذلك انه ليس فقط الجرحى اللي قلتي لا سكين، وانما حتى المرض النفسي، باعتبار انه مثلا في حاله انه لانه كان مجموعه من الاحكام انه كان مثلا شخص معين بسبب الضغط الذي راكمه لمده سنوات في عمل معين قعدت ليه أزمة قلبية وتوفى، فهذا يعني سبب نفسي اللي دفعوا أنه يتأثر جسديا وأدت به للوفاة، وكيفها يعني القضاء على أساس بأن حادث الشغل. يعني أي عامل حتى مثلا التحرش الذي يقع له العامل بسبب ضغط معين داخل العمل ويؤدي به إلى انتحار في بعض الأحيان يكيف على أساس بأنه حادث شغل. لم تقع هذه الحادثة في المغرب، ولكن وقعت في أوروبا في مجموعة من الدول الأوروبية، وتم التعويض على أساس بأنه العامل الذي يذهب من عمله إلى بيته ويأخذ راحته وينتحر بسبب ما وقع له في العمل يكيف على اساس او يتم يعني تحديثه. يعني ربما في هذه النقطه استاذ سعيد حنا اليوم كنتعرفوا على بصفه عامه وغادي فرصه باش نفصلوا في كل نقطه على حده. نعم. مي كنقولوا حادثه شغل واش محدده بتوقيت معين، لانه هنايا نوعا ما غتولي. نعم. نوع من بطبيعة الحال تعسف بين قوسين، نعم تعسف على المشغل، حيتاش إلا كيفنا يعني مسألة بشكل تلقائي راه ممكن الإنسان يدخل داره في العشية وتجي أزمة قلبية ويموت، وغتحسب مثلا وغتحسب حادثة شغل. هنا كتبقى التشريح يعني بالنسبة للخبير الذي سيتم تعيينه من أجل تحديد أسباب الوفاة، إلا قال بأنه أسباب الوفاة راجع العمل، فبالتالي انه ممكن انه تكيف على يعني ما تكونش يعني بصفه اوتوماتيكيه انه يتم تكيف حادثه معينه على اساس بانها حادثه شغل، الا في اماكن اللي ممكن مثلا اثناء العمل وقيامه بالعمل او غير ذلك، او مسافه ديال الذهاب او كنظن ساعه قبل الخدمه وساعه من بعد الخدمه اجتهاد قضائي، لانه كاين بعض الشركات القضائيه يعني مغربيه اللي قال ساعتين، لانه مثلا الشخص اللي مثلا قضى 13 ساعه في العمل يعني مجهد بشكل لا يتصور، وانتقل من عمل مكان عمله الى العمل وقعت له حادثه داخل سنه ساعتين من العمل، يعني ما خرج من العمل وصل الدار حتى ساعتين، واثناء يعني الطريق ديالو الى البيت ديالو وقعت الحادثه، فكيفت على اساس بانها يعني كاين بعض الشركات كتقول نصف ساعه كافيه لانه، ولكن الان مع يعني كبر حجم المدينه وكذلك كثره المواصلات الى غير ذلك ووسائل التنقل اللي اصبحت صعبه جدا يعني الحصول عليه غير ذلك، فبالتالي انه ممكن ان الاجير انه كيتعطل في العمل ديالو او في الطريق ديالو، اما يمشي للعمل او يخرج من العمل، فبالتالي كيقدر يتعطل، يقدر يحرص على اساس بانه يجي في وقت العمل مثلا من خرج مع 6 باش يوصل مع 8 وعنده مثلا بدايه العمل ديالو مع 8، ولكن في الرجوع ديالو كياخذ ديك الاريحيه ديالو تيولي حر بين قوسين، لا يرتبط بموعد معين، وقت ما وصل الدار راه وصل الدار في اي وقت، في 3 في 4 في 5 في 6، المهم انه ما غيرش الوجهه ديالو، ما مشاش قضى اغراض شخصيه المكان، ما انحرفش عن الطريق الاساسي او الاعتيادي، هنا ممكن جميع الحوادث التي تقع في هذه المسافه ديال الطريق ممكن تكيف على اساس انها حادثه شغل. فالمشغل او المشرع يعني اراد يعني من خلال هذه الحمايه اللي اعطاها الاجير، واعتبر انه كذلك يعني افترض بان الخطا مفترض في حق المشغل اثناء وقوع الحادثه، لانه لا يكفي فقط ان تكون يعني علاقه سببيه يكون ضرر عن فعل صادر عن المشغل، ولكن فقط تكون الحادثه والنتيجه
فهنا يعني في اطار قواعد المسؤوليه قلصت العناصر التي العاديه اللي كتكون فيها الضرر كيكون فيها الحادثه ويكون الضرر على قسمية الضرر الحادثه. فهنا قلص في مباشره اش كيوقع حدث يعني يتم تكييفه على اساس الا في حالات استثنائيه اللي قلنا هي انه في حاله متهمه في وقوع الحدث فيتم تخفيض التعويض المستحق او انه في حال تعمد او انه قام بالفعل من اجل وقوع في حادثة شغل مثلا هنا ممكن يحرم كذلك من او بسبب مثلا انه عرض الامراض كما جاء في الفصل انه عرض الامراض بالتالي انه مثلا لو وقعت له مثلا ازمه قلبيه ومات في الشغل فماشي بسبب الشغل ولكن لانه مريض بالقلب مثلا يعني وهذاك المرض ادى به الى الوفاه داخل العمل او خارج العمل او اثناء الذهاب والاياب من العمل والى العمل او الى مكان اخر اعتيادي. فيعني عندما وضع المشرع هذا التعريف بين قوسي القانوني لحيث الشغل حاول أنه يضفي ما أمكن على ما يصيب العامل داخل أثناء العمل باعتبار هو الحلقة الضعيفة بين قوسين في علاقة الشغلية. فبالتالي أنه أصبح يعني تلقض أنه أعطى أكثر حماية بتكييف يعني مجموعة من وأعطى السلطة التقديرية للقاضي مجموعة من الحوادث التي تقع ويتم تكييفها حتى يتم يعني منحه تعويض معين وخاصة إذا مثلا لا قدر الله سبحانه وتعالى تؤدي بوفاة هذاك العامل فعلى الأقل ذوي الحقوق دياله أنه يستفيدون من 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 التعويض المستحق لحد ابني فئات كثيرة لأنه حتى الظاهر اللي صدر 26 ديسمبر يعني 18 اللي خرج يعني ماشي ظاهر جديد بين قوسين لانه لا رجعنا يعني المكونات الاساسيه ديالو او يعني الشروط الاساسيه ديالو فما ما تغيرش بصفه يعني جذريه بين قوسين وانما تم تغيير فيها بعض الفصول مثلا بالنسبه للمسطرات ما تغير سنتكلموا عليها ان شاء الله بالتفصيل بالنسبه للفئات التي سيشملها يعني قبل ما كانش مثلا كمثال من يعني العمال المنازل او البوابون مثلا يعني في, 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 في اماكن معده للسكن او بالنسبه للمهنيون الصحفيين والفنانون مثلا غير ما كانش كيشملهم يعني الظاهر غير ذلك فتم توسيع هذه الفئات فمجموعه كضحكي لنا السكينه لانه كيشملكم الان اصبحتكم يعني محميين قانونيين في حاله وقوع حديث لا قدر الله سبحانه وتعالى تبغي تحل لي مثلا السقطه ولا شي حاجه ولا كيدك شي حاجه ممكن يعني الطبيب تصرحي حيث الشغل. فبالتالي انه الظاهر جاء في هذا الاطار هذا قلص من المسطره لانه اصبحت المسطره دابا مباشره بين قوسين ما بقاش يعني المرحله الاداريه اللي كان ممكن انه خصك تصرح لدى العماله يعني الفئات الدراك الى غير ذلك ولا البلديه غير ذلك ويتم يعني احاله الملف على يعني المحكمه من اجل البت فيه هنا كتبدا المرحله القضائيه هنا لا هنا ولا مباشره من هو المعني بالامر بالتصريح هو المشغل مباشره هو اللي خصو معني بامر داخل اجل بعد ما كيتم يعني في حاله وقوع حديثه ان الاجير له أجل ديال 48 ساعة أقصاها باش أنه يصرح بالحادثة للمشغل والمشغل هو اللي كيقوم بالإجراءات أيام يقوم بالإجراءات أنه يخبر شركة التأمين ويتم يعني مباشرة أن يفتح المسطرة ديال الصلح باش أنه يتم اقتراح تعويض معين غنتكلموا بالتفصيل إن شاء الله تعالى في هذا الأسبوع نعم. اقتراح تعويض معين في حالة الرفض أنه عاش كيمشي للمحكمة أو في حالة انعدام تأمين لأن كاين بعض الفئات اللي ما مفروضش عليها بحال مثلا في خادمات المنازل ما كيديروش تأمين إلا اختياريا فإلا ما كانش التأمين كذلك كتقدم الدعوة مباشرة للمحكمة من أجل البت فيها وفق القانون نعم. إذا الموضوع بطبيعة الحال اللي سبق وسمعنا فيه الأسئلة كثيرة وكثيرة وهي فرصة اليوم باش نفهموا بالضبط شنو هي حادثة الشغل لأنه للأسف بعض الناس كتخلط عندهم الأوراق وفي بعض الأحيان حتى ذاك الحق ما كنعرفوش كيفاش نستعملوه فعوض ما كيكون حق كيولي نوع من تعسف على الطرف الآخر. فأكيد أنه غتكون فرصة باش نفصلوا أكثر في الموضوع ونتكلموا عليه ونعرفوا شنو هي المقومات ديالو وقتاش الإنسان من حقه أنه يستغل هذا الحق هذا وقتاش ماشي من حقه أنه يستغل هذا الحق هذا. إذا غتكون فرصة باش نسمعوا الكل اسئله الاوفيه وتكون فرصه باش ندرسوا في الموضوع اكثر. حنا في انتظار طبيعه الحال مكالماتكم على 0522 46 72 50 او 51 او 52. ايضا ممكنكم تواصلوا معنا عبر الاس ام اس كتابتكم حل خليو فراغ وصيفطوا السؤال ديالكم 5080 ثمن الرساله 6 ديال الدرهم احتساب الرسوم. ايضا ممكنكم تواصلوا معنا عبر الفيسبوك والصفحه الرسميه للبرنامج اللي هي الحل بين يديك لكن مباشره بعد الفاصل القصير. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام على ميد غاديو مازال مستمرين ومازال مواصلين معكم هذا اللقاء المباشر برفقه بطبيعه الحال الاستاذ سعيد النووي استاذ جامعي بجامعه الحسن الاول محامي بهيئه الدار البيضاء مقبول لدى محكمه النقد. طريقه التواصل معنا بطبيعه الحال صبحات معروفه اتصلوا بنا على 05 22 46 72 50 او 51 او 52. ايضا كلكم تواصلوا معنا عبر الاس ام اس كتابتكم حل خليو فراغ وصيفطوا السؤال ديالكم ل 50 80 ثمن الرساله 6
ديال دراما احتساب الرسوم. ايضا يمكن لكم التواصل معنا عبر الفيسبوك والصفحه الرسميه للبرنامج واللي هي الحل بين يديك. ناخذ معنا اول رساله بطبيعه الحال الاستاذ سعيد. الرساله اللي كنا سبق وتوصلنا بها ولكن للاسف الكتابه ما كانتش واضحه بشكل كبير، فحاولنا ان نديروا واحد الاختزال معين. لكن يعني السيد اللي كيقدم سؤال كيعاود يشرحه بطريقه مفصله حتى نقدروا اننا نقدموا له يعني النصيحه المفيده. وكنتمنى ان الناس اللي كيطرحوا اسئلتهم يطرحوها بطريقه مفصله حتى انهم نتفادوا الاعاده. نعم. كتقول السلام عليكم، كل شكر لك لك سيدي الفاضل وسيدتي الفاضله، لا يكفي والله العظيم الجميل الذي تقدمون للمغاربه. احنا منكم وليكم، وحنا جميع مغاربه، والله يخلينا دائما مفيدين لبعضنا ونستافدوا من تجارب بعضنا، حتى حنا كنستافدوا منكم. والله كناخذ دروس كبيره ومهمه جدا في هذه الساعه القانونيه. انا شخصيا لا مي كنتكلم على من جانب القانون، الساعه الاولى بطبيعه الحال كناخذوا انا بعدا كنستافد بزاف نفسيا، مشاركين اكثر بطبيعه الحال كنستافد وكنقوي نفسي نفسيا، ولكن في الساعه الثانيه كنقوي نفسي قانونيا. وانت قلتي خير العام غتعطيني الماستر. الرساله كتقول انا محمد من مدينه قلميم، كيقول اسف والله لان رسالتي الاولى بالحروف اللاتينيه لم تكن مفهومة. الارض اللي تكلمت عليها عندنا مشكله فيها مع خالي، ما كانت توفر على حتى شي وثائق ولا ملكيه سوى شهاده اداريه قديمه عند خالي بدون شهود وبحكم العمل ديالو. هاد الشهاده كتثبت بلي هو المالك الوحيد لهاد الارض. استغل غيابنا في الغربه وحاول تحفيظها في اطار التحفيظ الجماعي اللي كتعرفوا المنطقه. تقدمت بالتعرض الكلي لكل املاكه بما فيهم هاد الارض اللي هي ملكنا، لان الناس نصحونا بهذا الشيء. واش خصني نقدم، هل استطيع ان اقدم شكايه لاخذ حقنا للسيد وكيل الملك، حيث ان بقيه اخواني يعرفون ان هذه الارض لي ولكنهم لا يستطيعون التكلم. هل استطيع ان استدعي للشهاده مثلا خوالي وناس من المنطقه لانهم يعرفون ان الحق معي، فرض الشهاده مثلا عليهم امام القاضي. المهم عندي ان المهم عندي انهم يقسموا امام القاضي لقول الحق، حتى انني والله العظيم الى ارضي باي حال، والله العظيم لا ارضى باي حال وسط مع خالي ولو بتنازل عن نصفها. المهم انا تبقى صله رحم بيناتنا لان الارض باقيه ونحن ذاهبون حسبي الله ونعم الوكيل. بالفعل ربما كنت شرط اشارات لانه مصدر التحفيظ يفترض فيها حسن النيه، فاذا قام الخال ديالو نعتبر انه قام بهذه المساله يعني قام بحسن النيه بين قوسين، وله الحق يعني ك ك ك كاجراء يعني ممكن كمقابل ممكن يقوم به، هو المقام به هو انه قام بتعرض باعتبار انه يدعي كذلك بانه يملك هذه القطعه الارضيه. قد تكون هذه القطعه الارضيه على الشياع، وبالتالي انه خصو هو كذلك يدخل في اطار مسار التحفيظ ويستفيد كذلك كوارث على الشياع. هذه المسطره ممكن يقوم بها لانه هنا يعني السيد المحافظ كما اقول بانه له الحق ان يقبل وله الحق ان يرفض، لكن اذا قبل فبالتالي انه يقوم بتسجيل التعرض، واذا رفض بطبيعه الحال انه تحت الطعن ممكن يتم الطعن في هذا الرفض ديالو امام المحكمه الجنائيه. بعد انه يقبل هذا التعرض من طرف المتعرضين له كذلك الحق في احاله الملف على المحكمه الجنائيه للبت، لانه السيد محافظ ليس له الحق بان يبت في تعرضات ولكن يقبل او يرفض. بالنسبه للمحكمه الجنائيه لها السلطه على اساس بانها تقيم الحجج اللي اتى بها كل فريق، سواء من قام بالتحفيظ ومن قام بالتعرض. في حالة أنه المتعرض له يعني الوثائق التي تثبت حقيته في التملك ستحكم بصحة التعرض. في حالة أنه ليست له وثائق تثبت الملكية غترفض التعرض، وبالتالي أنه ربما هذا هو المشكل. والوثيقة ما عندها شي واحد، كاينة غير شهادة إدارية اللي ما فيهاش الشهود، يعني ربما ما عندهاش حتى القيمة القانونية كنظن. هنا ممكن في التعرض كذلك أنه إذا تم إحالة الملف على المحكمة الابتدائية، المحكمة ممكن تقوم بجميع وسائل التحقيق، أنه ممكن تستعي الشهود. فإذا كان مثلا له شهود يثبتون ويثبتون بين قوسين هذا الحق، تيقولوا بأنه هذا السيد هو المالك وحنا عارفين بأنه ورثها على فلان وفلان وفلان غير ذلك، منه تكون واحد السلسلة معينة، هنا ممكن كذلك المحكمة تعتمد شهادة الشهود باعتبار أنها تثبت وتعضد الادعاء ديال المتعرض. في حالة يعني ما كاينش هذا الشيء صعب جدا أنك تثبت الحق ديالك، فضروري من وسيلة ديال الإثبات، أن المحكمة ضروري خصها وسيلة إثبات باش أنها تثبت في صحة التعرض أو أنها ترفض التعرض يعني ديال الشخص. الجهة الأخرى أنه إذا بغى يقوم بشكاية صعب جدا، لأنه
مي كتقدم شي كاين من اجل الترامي عليك الغير بطبيعه الحال، ما يطلبه لك السيد وكيل الملك هو الوثائق، على الاقل حجه تثبت انك تملك. فاذا ما كانش اي حجه يعني تثبت لك التملك، صعب جدا ان السيد وكيل الملك يمشي معك في المسار. فانا انصحه يمشي في هذا الاطار يعني المدني، انه يتقدم التعرض، وانه يتم الاحاله انه يصارع الملف على اساس بانه اذا لم تكن وثائق على الاقل يقوم باستدعاء شهود ويطلب من المحكمه استدعاء شهود من اجل تثبيت هذا التعرض، وبالتالي انه اذا اثبت فالمحكمه غتصدر الحكم ديالها بصحة التعرض، ويتم يعني إلى ما تسمى استئناف ديالو مع بعد ما يصير قرار نهائي، ممكن أنه يتم تسجيله في محافظة العقارية اعتبار أنه مالك لقطعة كالشياء مع الخال ديالو أو العائلة ديالو. نعم، نأخذ معنا مكالمة. معنا لالة خديجة من طاطا، مرحبا بك لالة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يطول عمرك لالة، بارك الله فيك. الله يخليك، بغيت نهضر مع الأستاذ سعيد. تفضلي سي سعيد، كيسمعك. مرحبا لالة. خويا عندي واحد الاستشارة قانونية. نعم. خويا دار واحد الحادثة سيرها من 2005، 10 سنين دابا، من 2005 هو كيزول العمل ديالو. نعم. هو خدم عمل المعرفة ودفع الورق ديالو باش يعطيه شي تعويض. من شحال هادي خصك ضروري تجيب داك الشيفور اللي كان سايق. علاش خصو يجيب الشيفور اللي سايق؟ حيت هو واخد داك الشيفور صايك حاملة نقل أزبال وهو كان فوق منها. إيوا هذا حديث شغل هادي، علاش ما صرحش بها؟ صرح بها. أييه. ورقوا في المحكمة. إيه المحكمة شنو قالت ليه؟ المحكمة كيقول له دابا ضروري خصك تجيب داك الشيفور اللي كان صايك. ويستدعيه، علاش ما يصيفط لي استدعاء؟ دابا داك الشيفور ما عرفناش فينا هو، شي كيقول راه مات. انا قلبوه ليه ما عرفناش. ايوا الى سيفتو السيدة وجات يعني الشهاده شهاده سليم بانه السيد راه توفى او انه غير العنوان ديالو، المحكمه تقوم بالاجراءات ديالها، ما غيتوقفش على خصو يحضر ضروري، لان المحكمه خصها تقوم بالاجراءات ديالها، خصو يتبلغ وترجع الشهاده بانه غير موجود في العنوان او انه انتقل او انه مثلا يعني توفي او غير ذلك، وبالتالي ان عند الاجراءات اللي كتقوم بها دير تعيين قيم، وديك الساعه يبحثوا عليه عن طريق الشرطه والضابطه القضائيه ولا الدراك، وديك الساعه يعرفوا هذا السيد فين كاين. الا ما كانش راه صافي كتم الاجراءات، كتصدر ما كيبقاش يتوقف، لان الطرف الاساسي في هاد الحادثه او في هاد الدعوه هو شركه تامين. فاذا تم تبليغ شركه تامين، لان شركه تامين تحل محل هذاك الشخص، يعني شركه تامين كتحل محل المشغل، لانه المشغل يكون ملزما باش انه يدير تامين، وبالتالي تحل محله في التعويض. فكيتم يعني ادخال شركه تامين باش تقوم بالتعويض، اما الشخص الاخر يتم تبليغه وترجع ديك الساعه المسطره بالشكل اللي في الحاله اللي كاين فيها والوضعيه اللي كاين فيها هذاك الشخص، ما كتوقفش عليها ابدا. نعم، واضحه لالا؟ ونتمنى خير باذن الله، نتمنى خير. ناخذ معنا مكالمه مواليه. معنا لالا فاطمه من اكادير، مرحبا بك لالا. الو. مرحبا بلالا، تفضلي. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. جزاكم بخير على هذا البرنامج. بارك الله فيك لالا، مرحبا. كنتكلم مع تفضلي، كيسمعك سي سعيد. مرحبا. مرحبا لالا، كنسمعوا لك. الله يجزيك بخير اخويا. بغيت نسولك على واحد الكاروج حليناه في الدار دابا 6 سنين هذه. نعم. ودابا المحكمه حكمت باللي قال لك تسدوه. سدوه وغرامه ديال 2000 درهم. وكان جا داز الشرطه الاداريه، دازو داروا معينه. جا الشرطه الاداريه. نعم. من بعد 3 سنين، ملي حنينا في 3 سنين عاد جا وتفاجئنا، جات واحد السيد عامنا من الكوميساريه. نعم. مسجل الجوج ديالي للكوميساريه، قال ليه انا حليت الكراج بدون رخصه. قال ليه انا ما عرفت واش كيحلوها الناس بالرخصه، كلشي ديك الزنقه اللي فاش كاينه هناك كلهم دايرين الكراجات. نعم. المهم قال ليه انا درت الكراج للطوموبيل، خفت عليها من السرقه وهذه. هاد الشيء ما عرفت انا، لا صافي وبقات هكاك. من بعد داز 3 سنين دابا ثاني جا السيد ديال المحكمه. مشيتو للمحكمه؟ ايه، مشى للمحكمه، قال لي واش شليتي الكراج بالرخصه؟ قال لي لا، ما درتش حتى شي رخصه. حكموا لي بالتعويض. اي بالغرامه، مش بالتعويض، بالغرامه. قال لي غرامه 2000 درهم. 2000 درهم. مع تنفيذ الاشغال، وما عرفت اشنا هي تنفيذ الاشغال. تنفيذ الاشغال هو انه يغلق هذاك الكراج. يغلق يسد الكراج ويخلص 2000 درهم، ولكن عنده الحق الا كان هذيك المنطقه اللي فيها انتم عندكم الحق تاخذوا رخصه باش تفتحوا محلات، راه ممكن يتقدم بطلب رخصه. يعني هاد الناس هي تفضلي. غير قلت لك انهم راه لا يعني بانه الا تم لغلقوا لكم المحل راه ما عندكمش الحق من بعد، راه عندكم الحق من بعد انكم ديروا رخصه، حيت انتم درتوا. عندكم الحق ديروا طلب للسيد رئيس الجامعه على اساس بانكم بغيت تقوموا وغتبينوا لي الاسباب، وكذلك تقولوا بانه راه حتى الجيران ديالكم
يعني فاتحين محلات ما تقولوش بدون رخصة أو غير رخصة، أنتم دابا غتمشيو في إطار قانوني لأنكم للأسف أنكم يعني تم من المتابعة ديالكم، غتمشيو في هذا الإطار بأنه راه حتى المحلات المجاورة تتوفر على هذوك المحلات، وبالتالي أنه أعتقد غيعطيكم الرخصة، ولا يعطيكم الرخصة تعودوا يعني تفتحوا هذاك المحل بصفة عادية. واخا دابا حكمت المحكمة، واخا حكمت المحكمة عندكم الحق تعاودي تطلبوا ثاني رخصة، لأن المحكمة أن زرت واحد الفعل درتوه هو أنكم يعني قمتوا بفتح محل بدون رخصة. هنا القانون تستانفوا دابا ولا كيفاش في المعتقد؟ لو خد تستانفوا غادي يكون نفس الحكم، غيتأيدوا محكمة الاستئناف، لأنه أنتم معترفين بأنكم يعني فتحتوا هذاك المحل بدون رخصة. حيت هو عرفتي اش دار؟ هي الزوج ديالي مشى ملي جات السيد على الأولى كاع ديال من بعد 3 سنين. مشى ما يدير عاود البلان كاع كلشي الدار قال لك باش يدير فيه الكراج. وراه ممكن ما قبلوش ليه داك البلان، قال لي هذيك الزنقه حنا ما عندناش فيها ما فيه البلان ديالها ما فيهش الكراج. ايوا اذا هنا حيت هما جيراننا كاين عندهم الكراج في الدار. ايوا هذا كيبقى يعني الامر ديال رئيس الجماعه، الا ما كانش غتمشيو للمحكمه الاداريه الا كان تعسف في استعمال السلطه ديالو بانهم غير حرمكم انتوما، عندكم الحق تمشيو للمحكمه الاداريه باش تاخذوا هذه الرخصه هذه. نعم الشيء باش تعرف اخويا الله يجازيك بخير. من حل احنا محتاجين لكار، ها انتم غادي دابا عندكم حل حتى الا بغيتوا تستانفوا مثلا وتمشيو ديروا التصالح، يعني اساس يعني تم سحب هذيك المتابعه من يعني من يعني من طرف يعني السيد رئيس الجامعه باعتبار هو اللي كيحل ملف السيد وكيل الملك والسيد وكيل الملك هو اللي كيحل ملف المحكمه، راه ممكن يوقع لك تصالح ويتم يعني التراجع ويعني وتزامنا مع ذلك عندكم الحق ديروا طلب الرخصه باش تحصلوا على الرخصه وتفتحوا المحل. الا كان انه رفض لكم يعني التصميم كامل عندكم الى يعطيكم يعني يعطيكم القرار ديالو كتابه وعندكم طعنوا في امام المحكمه الاداريه بانه هذا القرار راه قرار يعني مشوب بالتعسف. نعم ناخذ معنا المكالمه المواليه معنا رميساء. مرحبا بك لاله. مرحبا اذا انقطع الخط. اكيد انه اللقاء مازال مستمر معكم او في ان الكرام الاذاعه القريبه منكم ميد غاجو. ناخذ معنا لاله رابحه من بني ملال. مرحبا بك لاله رابحه. مرحبا بلالة تصدلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. السكينة كي داير خدي لاباس عليك. الله يطول لي عمرك لاله رابحة. بارك الله فيك. الله يخليك شكرا. الله يخليك ما تنساش مع سعيد ناوي الله يحفظك. تصدلي. مرحبا لاله. السي سعيد كي داير لاباس عليك كلشي لاباس. الله يبارك فيك الحمد لله. الله يحفظك ويخليك الصحة. خويا أنا واحد السيدة أمرارة مات لي راجل خلى عندي 32 عام. كنشد واحد 1300 درهم ودابا واحد الراجل مقبل بغا يتزوج بيا قال لي راه تزوجها تنشري في المنظر وتنفصل معاك واش فعلا كاين هذا القضية ولا لا. هي اعتقد انه في التعديل الجديد ربما كتبقى 5 سنوات اعتقد، انا ما مأكدش بالضبط ولكن كان قبل بانه مباشرة يعني زواج يعني الارملة انها يسقط عليها هذيك يعني الاجره اللي كانت كتستبنها من الزوج ديالها باعتبار انها ارمله وعندها اولاد او انها بوحدها، المهم انها تستفيد من نصف الاجره ديالو كتبقى تاخذها. داكشي الخلويه فعلا الخلويه النصف ديالو. نعم انا اعتقد في شي تعديل جديد انه اذا ما طلعش عليه بالتفصيل انه كتبقى تستفدي وقيل لمده 5 سنوات ومن بعد كيحيدوها، فالمبدا هو انه كتحيد يعني المبدا ولكن المده ما بقيش عاقل بالضبط. الا كان ممكن انا غدا ان شاء الله تعالى نرجع نبحث في المساله ونجاوبك واش انه مباشره او هاد المده ديال 5 سنوات اللي جاتني في الذهن ديالي ربما قريتها في مكان معين ما مأكدش بالضبط في حقها بصراحه، ولكن المبدا اللي كان هو انه مباشره تبع الزواج من اسباب ديال سقوط هاد المنحه هذه اللي كتعطى يعني للارامل. انا غادي نسول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ياك ماشي اشهار هذا طبعا حمس الدوله الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وديك الساعه ان شاء الله نخبرك غدا باذن الله في اول حصه باذن الله. نعم وهذا الحساب نمشيو لقينا اي ورجع مع الاستاذ سعيد النووي. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام على ميد غاديو برنامجكم الحل بين يديك وبغيت الحل مع الاستاذ سعيد النووي استاذ جامعي بجامعه الحسن الاول محامي بهيئه الدار البيضاء مقبوله لدى محكمه النقد. احنا مازال مستمرين ومازال مواصلين معكم وفي انا الكرام الى حدود الساعه 4 ودائما في استقبالكم على 0522 46 72 50 او 51 او 52. ايضا يمكن تواصلوا معنا عبر الاس ام اس بكتابتكم حل خليوا فراغ وصيفطوا السؤال ديالكم ل 5080 ثمن الرساله 6 ديال الدرهم احتساب الرسوم. ايضا يمكن لكم تواصلوا معنا عبر الفيسبوك والصفحه الرسميه للبرنامج اللي هي الحل بين يديك. ناخذوا معنا لاله سناء من الدار البيضاء. مرحبا بك لاله. ربي يخليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. ممكن نسول الاستاذ؟ طبيعه الحال تفضلي يا لاله. الله يخليك لاله. انا كان عندي واحد اللي زعما واحد الجاره ديالي
وكانت حكمت لي المحكمة بواحد المبلغ مالي على حسب واحد الضرر. حكمت لي في الابتدائية وفي السينما، ولكن ملي نبغات هي تعطيني داكشي ديالي، ولكن ملي جيت نحجز ما لقيتش عندها فلوس لابوك، ما لقيتش عندها الصالير. ملي جيت للدار لقيتها حاجزة على واحد السيدة أخرى قبل مني، ولقيت الأثاث حتى هو موثق عدليا ماشي ديالها. يعني كلشي محجوز؟ لا، لقيت الأثاث بأنه موثق عدليا ماشي ديالها، ديال راجلها. لا يعني واش هي دارت هادشي تلاعب باش ما انت ما تقدريش تنفدي، ولا فعلا هي يعني غارقه حتى للدرجه اللي كلشي محجوز؟ الله اعلم، الله اعلم. المهم انا النسبه ديالي جات الدار، لقيت منها حاجزه عليها، الام ديالها كتسالها واحد 10 ملايين، والاثاث لقيتهم مكتوب سميه ديال السيده نسمة، بان حتى حاجه من ديالها موثقه عدليا في المحكمه بان الاثاث ماشي ديالها. مشيت للحساب البنكي لقيت ما فيه والو، ما عرفتش شنو ندير. حقها مشكل، لانه الذمه ديالها يعني بين قوسين سلبيه، يعني يعني في الشكل يعني يعني بين قوسين كل شيء ما عندهاش حاجه، ما عندها للاسف انه لا ما عندهاش حساب بنكي، ما عندهاش اجره، ما عندهاش تشتغل. اتت بوثقته بين قوسين، لانه في بعض الاحيان قد يكون نوع من تحايل بين قوسين، لانه اذا تبتات هذه المساله ممكن انه يتم يعني اخراج هذه المنقولات من 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 الشخص اللي ربما انه قد يعني تواطى، خاصه في بعض الاحيان كيكون مثلا صدور حكم معين وكيتم يعني توثيق هذاك الاتت في تاريخ اخر لاحق. علاش؟ لانه اضرارا بهذاك الشخص، فكيكون يعني نوع من السورية بين قوسين انه مش يضرب الاخر. فإلا تبتات بانه هذاك التوثيق جاء بعد حضور الحكم، ويتم يعني فسخ يعني الاعتبار هذوك الاتات يعني الاتات ديال المنزل كلهم اتات عائده للسيده يعني المدينه لها، ممكن انها تقوم يعني بفسخ هذا التوثيق. يعني ربما لسنا مازال معنا؟ الو، مازال معك لاله. واش هاد التواريخ كانت قبل ولا من بعد؟ كانت التواريخ تقريبا، كانت التواريخ ديال الاتات عندهم قديمه في التواصل، قديم لانهم عندهم التواصل. نعم، التواصل قديمه، هادشي قديم من الدعوه، ولكن التوثيق جديد. التوثيق التواصل اذا كان التواصل هي كتثبت، التواصل كتثبت بانه تملك الشخص لمده طويله. نعم، واخا التوثيق يؤكد فقط هذيك بناء على التواصل، لان ملي غيمشيو عند العدول غادي يجيبوا لي هذوك التواصل، وعلى اساسهم غيكتب بانه هذا الاتات عائد لهذا الشخص او الاخر. لا، عندي التوثيق القديم. هي السيده ما خداماش بطبيعه الحال؟ ما خداماش. لا، خدامه، ولكن ما عنديش الصاله، ما لقيتوش في لا. واش خدامه يعني في اطار مؤسسه عموميه او في اطار مؤسسه خاصه او غير ذلك؟ شنو غير كدير لا سيكريتير ديال الميدسا؟ ايوا، غادي تحزي بين يدي هاد الميدسا، غديري واحد المسطره كتسمى الحز بين يدي الغير. غتخدم انما غير بحال غير معاون مع هذاك الميدسا، ما عندها يعني ما عندهاش وثائق، وغير معاون معاها. كيفاش معاون معاها؟ كيأدي لها واحد الأجرة؟ كيأدي لها من ما بغاش يسلمها لك، كيأدي لها هو. لا، أنت غديري هاد المسطرة، غديري هاد المسطرة عن طريق المحكمة، والمحكمة غادي يعني يتم إشعار ديالو أو الإخبار ديالو أو التبليغ ديالو بأن كاين واحد المسطرة ديال الحز بين ديال الغير، وغادي يكون هو ملزم باش هذوك المبالغ ما يسلمش ليها المبالغ كلها. كاين واحد النسبة كتقطعطع، خصو يحتفظ بها هو الى حين يكتمل هذاك الدين ديالك، وكتمشي تسلمي، كدير واحد المصادقه يعني على هذاك الحز اللي درتي، وكيتم او تصديق على ذاك الحز، وكيتم يعني استخلاص هذاك المبلغ اللي تم الايداع ديالو بين يدي هذاك الطبيب. فانت هذاك المشغل ديالها، ما نقولوش طبيب غير ذلك، ولكن المشغل ديالها هو اللي غادي يقوم باقتطاع هذاك المبلغ المستحق، النسبه معينه المستحقه، كيقتطعها من الاجر ديالها وتحتفظ بها هو، لانه كيكون مسؤول عليها. وفي حاله انه رفض تبلغ وترفض، كيكون هو مسؤول امامك باش يؤدي المبالغ اللي انت مدينه بها، دائنه بها يعني لهذيك السيده هذه. هذا هو الحل اللي بقى لك، لانه جميع الطرق قلتيها كلها مسدوده. فالطريق المفتوح الان بين يديك هو هذه المساله ديال المشغل ديالها، تحز بين يدها. نعم، يعني في هذه الحاله اذا كان المبلغ شويه كبير راه تكون صعيب انه يتم. ايوا، على الاقل كما تقولوا يعني لواحد نسبه معينه، حيت كتبقى سنوات حتى كتستخلص المبلغ ديالها. فمادام العلاقه الشغليه قائمه، مادام السيده كتشتغل، الا وهذاك السيد يكون مسؤول باش يقتطع هذاك المبلغ المستحق، باش يعني يحتفظ به نسبة معينة كيحتفظ بها إلى أن يسلمها يعني الشخص الدائن اللي هي هذه السيدة هذه. نعم. مشيو ناخذوا معنا مكالمة أخرى، نتمنوا خير بالنسبة لسناء، ونتمنوا تشوف هذه المسطرة، إذا هي مسطرة الحجز بين يدي الغير. نعم. نمشيو ناخذوا لالة فاطمة من فاس. مرحبا بك لالة.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لكم على هذا البرنامج. بارك الله فيك لاله. مرحبا تفضلي. يخليك باغي نستقبل الاستاذ النووي. تفضلي. مرحبا لاله. استاذ يخليك انا وقع لي حادثه من 2002. حادثه ديالاش؟ حادثه على برا ضربني كاميو. اييه حادثه سير. حادثه سير. داريان وضربني جيت تحت الكاميو. اييه وجاو البوليس؟ جاو البوليس. وداروا المحضر ديالهم؟ داروا الكوسطة؟ لا داروا كوسطة. وداروا مشات هذيك الصافيت هما اللي حبسوه. قالوا له فيك لافوت. اييه. حبسوه. ومشات هذيك الصافيت جات صافيت أخرى. وبداو كيقولوا لي فين حي؟ كيسكوا فيا 3000 ريال. ايوا انا مع الخوف والظلام قلت لهم واخا. لا غدي بقيت هكاك شي سمين ما بقيتش كنوض. مشيت عند مشيت دوز وهذا ومشيت للضابط قلت له ما تسمحش. داروا لي كوسطا داروا لي انني ما باغيش نطلع لابيلونس. لابيلونس جات هزتني جاي واحد فيه واحد السيد كيقول لي الا طلعتوا كنقتلكم. وخلص ما بغيتش نطلع وجاتني لابيلونس عاليه انا مدوخه مايضا من تحت الكاميو. لا لا بلاتي يا لاله فاطمه ما حسيتش هادشي اللي كتقولي راه خطير جدا. هاي بلاتي دابا انت درتي الحادثه. لا بلاتي انت درتي الحادثه جاوا الشرطه داروا الكوسطا ديالهم. المفروض انه مع الشرطه غتجي لومبيلونس. ما دارونيش كوسطا تمشي عند الضابط دابا كيقول لي سيري عند. لا اذا انت تسامحتي مع السيد. ما تصالحتش بالسيد واحد الظلام وبدا كيقول لي سمحي لي عطاني 3000. لا لا غير بلاتي يا لاله فاطمه الله يخليك. واخا يطيح الظلام راه كاين البوليس كاينه لومبيلونس راه ماشي زعما شي حاجه اللي غادي ت جات لابيلونس وطاح الظلام مع السوق. اي والناس مشاو وانا خفت وصفوا فيا 3000 قلت له ما نسمحش ما بغيتش نسمح. هذيك الساعه انا مدوخه ما يدمت في الكاميو باقا كنسرع. اذا انت قلتي لهم صافي راه ما فيها حتى شي حاجه باش تمشي لومبيلونس لان لومبيلونس جات باش غديك ديك السبيطار. ما يمكنش غادي تخليك انت في واحد الحاله حرجه وتزيد. جاي واحد السيد فيها قال لها الكبار كيموت قال لي ملي طلع نصفيها له وكيقولوا لي طلعي انا دابا من 2002 ما عاودتي درتي حتى شي حاجه؟ مشيت دابا محضر صورت وعطيت للاستاذه كتقول لي جيبي الشهود. كنمشي عند الضابط كنقول له الشهود هما البوليس. قال لي البوليس ما كيشهدوش. لا ما يشهدوش هما لانهم ما عرفوش باش يهزوك وصافي ماشي غادي حيت المحضر اللي غيديروا غيديروا واحد المعاينه الا دارت هاد. لا واش هذيك المحضر فيه المعاينه ديال الحادثه ياك؟ فيه المعاينه داروها الشرطه عاينوا هذيك الحادثه عاينوها وداروا داك الكخوك واحد التصميم يعني تصميم ديال الحيطه داروه ولا ما داروهش؟ ما داروش. عرفتي انا دابا محضر في الحبس دايرين بانني ما باغيش نطلع لابيلونس. قبل سنه صورته من المحكمه دايرين بانني ما باغيش نطلع. وهذاك السيد ملي جا كيفتني واكل المالي كيقول لي سيري كيعطيني استدعاء ما كيجي. هذاك السيد شادين له النمره وكل شيء كنمشيو عنده كيقول لك ما كاينش ما كيجيش. وملي كيجي البوليس كيقول لهم انا ما كنتش كاع تما والبوليس هما اللي حبسوني. شوفي شنو غديري لاله. غتقولي الاستاذه ديالك غتمشي للمدني مادام انه باقي ما تقادماتش يعني هاد المده داروا اجراءات ربما قطعوا التقادم لانه التقاد كتقدر تقادم الى ما دارش اجراءات معينه باش تقطع التقادم. غتمشيو في اطار فصل 88 من قانون التزامات العقود في اطار المدني وغديروا دعوه ديال التعويض وغترفقوا بنسخه ديك المحضر وغتشوف اجراءات عاديه. وديك الساعه غتدخلوا جميع اللي دخلوا هذاك السيد اللي دار الحادثه الى غير ذاك وتدخلوا شركه التامين وتطالبوا بالتعويض ديالكم بلا ما تبقاو غادي كتسناو في الشهود او غير الشهود او غير ذلك. مشيو في اطار المدني ما تبقاوش غاديين في الجنحي سيروا في المدني. وديك الساعه ربما انه الى ما تقاطعش التقادم راه ممكن انها المحكمه تستجيب للطلب ديالكم وانكم تعطيك التعويض ديالك المستحق. نعم واللحظه غادي نمشيو فاصل اعلاني قصير ورجع معك أستاذ سعيد النبي. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام على ميد غاديو برنامجكم الحل بين يديك وبغيت الحل مع الأستاذ سعيد النووي أستاذ جامعي بجامعة الحسن الأول محامي بهيئة الدار البيضاء مقبول لدى محكمة النقد. غادي نواصلوا في استقبال رسائلكم ومكالماتكم. أنا رسالة كتقول سلام أنا سناء من أكادير 23 سنة أنا خدامة في واحد الشركة وقعت لي حادثة وما عطوني حتى شي تعويض مدة 3 سنين وأنا ضايعة وما عندي خدمة ولا عائلة ولا والو شنو ندير وفين نمشي. وربما هنا
هذا نوع من اللوكس اللي كيكون عند الناس. ياك تقول حديثه اذا الناس تكون حديثه الشغل يعني كتكون خدام في واحد الشركه وقعت لي حديثه اذا وقعت لي في اثناء العمل ولا قيم العمل. هو بعض الناس كيظنوا بلي التعويض راه كتعطيه الشركه هو التعويض ما كتعطيه الشركه كيعطيه التامين الشركه تامين لانه كيكون يعني المشغل مجبر باش انه يقوم يعني بتامين يعني العمال يعني كيشتغلوا عنده وبالتالي انه في حاله وقوع حادث شهير حاجه شغل او مرض مهني معين فبالتالي كيكون يعني شركه تامين تتدخل في 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 منح التعويض المستحق. فهنا إذا كان خص باش يتصرح بالحادثه الان دابا يعني ولا يعني الحادثه 3 سنين تقادمات لانه وان كان الظاهر جديد لانه هي وقعت في ظاهر القديم بين قوسين ديال 63 ظاهر 63 ولكن 6 يونيو اعتقد 63 فبالتالي انه الان يعني صعب جدا غتكون تقدمت يعني سنتين هما اقسام يمكن يعني يعني حيدات الشغل يعني اقصى سنتين الا درت شي اجراء صرحات وما ومشات للمحكمه وباقي ما ما, ما 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 تعينش خبير معين باش يحدد يعني العز ديالها الجزئي او الدائم او غير ذلك هنا ممكن ولكن الحيثيات كلها ما واضحاش. فاذا كان ممكن تعاود تعطينا بالتفصيل يعني شنو وقع بالضبط وشنو الاجراءات اللي دارت وشنو نوع الحادثه وشنو وقع بالضبط وشنو الاجراءات اللي دارت لان ما دارش شي اجراء اللي حتى يقطع التقادم فبالتالي كنا متقدمات لانه يعني ربما هنا غتكون فرصه باش نتكلموا على المصادر وعلى الاجراءات وعلى الفئات المستهدفه لانه بعض الناس ربما ما كيديرش اجراء وكينتظر ان الشركه تعوض الشركه ماشي مسؤوليتها انها تعوض لانها كدير تامين وبالتالي الشركه المؤمنه هي اللي من بعد ما كتقوم باجراءات معينه هي اللي كتقوم بتعويض هذا يعني الاجير. اذا المساله راه فيها هي علاقه ثلاثيه ماشي علاقه ثنائيه. بالفعل وناخذوا معنا مكالمه معنا السي حسن من الدار البيضاء. مرحبا بك سيدي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام. تفضل سيدي كنسمعوا لك. حنا الزوج ديال الاخ ديالي كان صوت توفى ملي توفى لي تقريبا على عامين ودابا الاخ ديالي باقي ما خداش لانتيت ديالو وجميع الوثائق اللي حطناهم وتيتجاوبوا معنا ماشي ما تيتجاوبوش. ايوا خصكم عاد توقفوا على الاجراءات اما هو الحق راه ثابت ليه ما غاديش يحرموه من الانتريت ديالو. ايوا دابا الاجراءات حتى المحامي ديالنا من ديك المؤسسه اتصل معنا ثلاث صفات واتصل لنا الفاكس والتليفون ديالو. واش كتكلم على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟ لا هو كان في فرنسا اذا كيتسكن في فرنسا شي شركه اخرى. شركه ديال فرنسا. فرنسا ايه وشنو يعني ملي صيفط لهم المحامي ديالكم رساله باش جاوبوه؟ لا ماشي المحامي ديالهم هما حنا تنصيفطو لهم تيجاوبنا تيقول لك باقي خاصها هذه واحد 6 شهور قال لك خاصها الا فوتوكوبي ديال الحاله المدنيه هي اللي خاصكم. ايوا صيفطوها لهم؟ لا صيفطناها لهم مع الاشعار والتوصل كلشي الوثائق دابا كلشي عندهم وما طلقوش ديك الفلوس باقي ما المشكل ما عرفناش فاش. ايوا خاصكم تعاود ديروا كتاب تخبرهم بانه جميع الوثائق اللي طلبتوها منا انها تم ارسالها لكم وتوصلتوا بها وعندنا ما يفيد بانكم توصلتوا بها ولكن منذ ذاك التاريخ ما جاوبتوناش واش كاين شي اجراء اخر خصنا نقوموا به او كاين بعض الوثائق اللي ممكن ان غفلنا ما دليناش بها ممكن ندلو بها او غير ذلك لان من تلك الفتره حنا ما كنستافدوا حتى شي حاجه وحنا مستعد حنا يعني محتاجين لهذاك المبلغ ديال التقاعد ديال ديال الممكن. اذا كيخصكم يعاودوا يكاتبوا للجهات المختصه ويكتبوا لهم هاد الامور نوع من التذكير يديروه ليهم وحتى لا قدر الله تعالى انه احتاجيتوا المحامي ممكن تشوفوا محامين اللي غيكون عارف كيعرف اللغه ديالهم باش غادي يسميتو يخاطبهم وبالتالي انه قدر كاع يتم التواصل معهم هاتفيا قدر يعيط لهم بالتليفون ويهضر معهم مباشره فاجل التسريع او انه يكتب لهم عن طريق الميل اذا كان مثلا عندهم ميل ديالهم او شي حاجه يكتب لهم مباشره وبالتالي غتكون يعني المسطره سريعه جدا وبالتالي قدر يعني انه يشوف شنو الاجراءات اللي خصها الدار الا كان شي اجراء خصو الدار او وثيقه خصها الدار او يتم البعث بها او غير ذلك فبالتالي انه عاود دير لهم حتى اشعار وشوف يعني الرد الجواب ديالهم بعد يعني الا ما كانش هاد يعني ما جاوبوش ممكن تشوف محامي يقدر يساعدك في هذا الاطار. وناخذوا معنا سي محمد من طنجه. مرحبا بك سيدي محمد. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. الا كان ممكن سيدي محمد نقص الراديو الله يخليك وبقى معنا في التليفون. مرحبا بك تفضل. تفضل كنسمعوا لك سيدي محمد. عندي واحد الطرف تاع السوفي خدمت معاه شي واحد سنين دابا. ثلاث سنين قلتي؟ سبع سنين. سبع سنين نعم. سبع سنين وانت خدام عند هذا السيد ياك؟ اه. وفصلك عن العمل؟ من بعد فصلني عن العمل. كيمتى فصلك عن العمل؟ شحال دابا باش فصلك عن العمل؟ 2012. عامين دابا، هي وشنو درتي؟ مشيتي للمحكمة؟ مشيت للمحكمة، عملت دعوة في المحكمة. وحكمت لك المحكمة؟ حكمت لي ابتدائية. بتعويض. بتعويض. وفي الاستئناف؟ وفي الاستئناف يعني رفضوا الطلب. علاش؟ حيت كنت عامل الشهود الشاهد اللي كنت عامل. اييه. في الابتدائي يعني
كان باقي ما كاين والو، مر ابتدائي كان رجعت ناس معنا من بعد ما قبلوش في السينما. ما كانتش علاقة قرابة ودابا ولات علاقة القرابة في السينما. نعم. إيه ولكن المحكمة عندها قرائن أخرى، ماشي بالضروري يكون هذاك الشاهد فقط، لأنه يعني مادام أنه كاينة يعني حالة يعني معينة قانونية اللي حالت بينه وبين أن هذاك الشخص أنه يدلي لكم بالشهادة ديالو، فهنا يعني المحكمة ممكن تعتمد قرائن أخرى، ممكن أنها تستدعي مثلا يعني المشغل ويتم يعني إجراء بحث ويتم يعني المواجهة ديالو بوقائع معينة أو غير ذلك، فتبحث هي ما أمكن على 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 يعني الوسيلة معينة باش أنها يعني تمشي في الإطار اللي مشات فيه المحكمة الابتدائية، إلا كان مثلا أشياء أخرى اللي لا أعلمها. فما عرفت واش درتي النقد ولا ما درتيش النقد؟ إوا دير النقد على أساس بأنه ربما أنه لم يتم تعيين الحكم. أنا ما عرفتش الحكم الابتداء الحكم السنافي أو القرار السنافي علاش بنا باش يرفض يعني إلغي الحكم الابتدائي ويحكم من جديد ظرف الطلب، ما عرفتش شنو الحيتية اللي بنا عليها. يعني إلا كانت العلاقة الشغلية غير ثابتة، لأنه هذاك الشخص ربما شهد لك بأنه العلاقة الشغلية ثابتة يعني باش أنك يعني تستحق التعويض، أو أنه مثلا تمنع لك من العمل هو اللي شهد لك بأنه باش تدخل العمل ديالك، ربما الآخر يدعي بأنك غادرتي العمل بصورة تلقائية وغير ذلك. فما عرفتش شنو هما الحيتيات اللي بنات عليهم محكمة ديال الاستئناف. غتشوف مع المحاميك اللي كان بع لك على اساس بانه ديروا النقد، باش اساس يعني تشوفوا شنو هما الوسائل اللي يمكن تبنيوا عليها باش ديروا النقد ديالكم، لان المحكمه يعني كما يقال انها اجتماعيه اكثر ما تكون انها زجريه بين قوسين، او انها تحكم يعني بالقانون بصفه يعني قطعيه، وانما كتشوف تراعي مجموعه من الجوانب على اساس بانها تكون في اطار قواعد الانصاف، انها تنصفكم باعتبار انه 7 سنوات ديال العمل سهل جدا باش يتم اثبات ديالها بجميع الوسائل ديال 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 الاثبات. ولكن مادام محكمات ما عندكم ما ديروا الان، سيروا النقد، ديروا النقد، وربما ان محكمه النقد تحكم يعني بالنقد ديال هذاك الملف وتم الارجاع لمحكمه الاستئناف باش تحكم فيه من جديد. نعم. ربما عندك اضافه استاذ سعيد بالنسبه للسؤال المستمع الكريم. بالفعل انا رجعت يعني الان الظهير المنظم ديال الصندوق الوطني للدعم الاجتماعي، رجعت لقيت الفصل 59 للاسف ما كاينش فيه تعديل، الى لقيت هذه الصيغه اللي لقيت في الانترنت دابا الان هي اللي كاينه، ولكن ما عرفتش فين قريت هذه المساله هذه، واش ربما انه في حوادث الشغل ربما كنت كنقرا شويه باش تكلم حوالي الشغل، ربما يمكن تمديد، ربما هذا هو لانه من بعد الوفاه بعض حوادث الشغل كتكون فيها وفاه لا قدر الله سبحانه وتعالى، وبالتالي انه يتم منحهم تعويض، يعني شركه التامين هي اللي كتكون، ماشي صندوق الوطني للدعم الاجتماعي، ولكن شركه التامين هي اللي كتكون تعوض هاد الاشخاص هادو، ولكن عطى واحد النسبه تاريخ معين نقدر نرجع عليها غدا. ولكن هنا في اطار صندوق الوطني للدعم الاجتماعي اذا كان الوفاه عاديه جدا، يعني تم الوفاه بدون انه يوقع لي حادث شغل، فهنا يعني يسقط الحق في الراتب عند انعقاد نكاح جديد، معنى انه الزواج جديد بصفة أوتوماتيكية أنه تتم إسقاط دياله، إلا في حوادث الشغل اللي غادي نقدروا نتكلموا عليها غدا. وفي حالة إذا كانوا الأولاد واش تتقطع؟ الأولاد يستفيدون طبيعة الحال، يستفيدون إلى حدود أنه 21 سنة إذا كان لا في حالة إذا كانوا الأولاد والأم تزوجت مثلا، لا الأولاد كيبقاو يستفيدوا، وخا تزوج الأم وخا تزوج الأم هذا هي هم وهي، ولكن بالنسبة للأولاد كيبقاو حتى الفترة أنه إذا أثبتوا بأنه يستمرون حتى 26 سنة أعتقد، في حالة أنه مثلا يعني أثبتوا بأنه لا زال يواصلون دراسة معينة أنه مازال تكوين معين، فبالتالي كيبقاو كياخذوا هذاك يعني المبلغ المستحق لهم، اعتقدنا في 21 سنه فاقصى، الا في حاله الا كان مرض او اعاقه كتبقى مستمر حتى من حسنات ديال 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 الظهير المنظم 29 ديسمبر 2014 ديال حوادث الشغل، الان اصبح بالنسبه للمعاقين يستفيدون مدى العمر. نعم. ما بقاش يعني مده معينه، وانما مدى العمر ان يعني كيبقاو يستفيدوا من التعويضات يعني الممنوحه لهم من طرف شركه التامين. استاذ سعيد شكرا جزيلا لك، ونتلاقاو غدا باذن الله. دائما في دردشه مفتوحه للاذاعه القريبه منكم الراديو برنامجكم الحل بين يديك، وبغيت الحل. الاستاذ سعيد النووي شكرا لك، نلاحظك. كنشكر وفاء فائز اللي رافقتنا اليوم في الاخراج، سميحه في استقبال مكالماتكم، شكرا لكم اوفيانا الكرام على حسن الاصغاء والمتابعه، كنتمنوا لكم عشيه طيبه، نتجمع عندكم بعد دقائق مع جليل وسعه مبروكه، دمتم في رعايه الله، والى الغد الى اللقاء.